السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصحابي؟ عاملين ايه؟ أنا صديقتكم جينا جاية وجايبة لكم معايا كتاب كونكت بلس. يلا بينا يا أصحابي نشوف سوا اليونت اللي معانا النهاردة. معانا النهاردة يا أصحابي يونت 7 بعنوان We plant a tree، يعني نزرع شجرة. يلا نشوف يا أصحابي معانا إيه في أول اليونت. عطينا في أول اليونت يا أصحابي صورة، والصورة دي مليانة صور نباتات وحيوانات كتيرة. يلا بينا يا أصحابي نشوف هو عايز مننا إيه في الصورة دي. بيقول لنا يا أصحابي Look and find plants and animals، يعني دور معايا على صور النباتات والحيوانات اللي موجودة في الصورة، وانا يا اصحابي هجيب معايا صديقي صنفور عشان يساعدني. يلا يا صنفور. بصوا كده يا اصحابي معايا اول صورة، صورة بقرة يعني كاو. بقرة كاو بقرة. ومعايا كمان يا اصحابي صورة بطة يعني داك. بطة داك. ايوه يا اصدقائي انا سامعاكو. معانا كمان صورة كلب يعني دوغ. كلب دوغ. كلب. ومعانا كمان يا أصحابي صورة دجاجة هن. دجاجة هن. أيوة يا صنفور معانا كمان صورة قطة كات. قطة كات. بصوا معانا صورة ايه كمان يا اصحابي. معزة جات. معزة جات. وبعد يا اصحابي ما طلعنا صور الانيمالز اللي موجودة معانا في الصورة، يلا بينا نطلع صور البلانتس. اول حاجة معانا يا اصحابي صورة تفاحة يعني ابل. تفاحة أبل. تفاحة. برافو عليك يا صنفور. ومعايا كمان صورة يقطين بابكن. يقطين بابكن. وبص معايا صورة ايه كمان يا صنفور. برافو عليك صورة كروم يعني كابج. كروم يعني كابج. ودلوقتي يا اصحابي بعد ما خلصنا اول جزء معانا في اليونت، يلا بينا سوا نشوف ايه اللي معانا كمان في بقية اليونت. ودلوقتي يا اصحابي معادنا مع الفوكابلوري اللي موجودة معانا في يونت 7. يلا بينا يا اصحابي نتعرف عليها سوا. اول حاجة يا اصحابي معايا كلمة رابت. ارنب. رابت ارنب. يلا بينا يا اصحابي نشوف الصورة اللي معانا بعدها ايه هي. معانا كلمة هن. دجاجة. هن. دجاجة. هن. دجاجة. ومعانا كمان كلمة كاروت يعني جزرة. كاروت. جزرة. ومعانا كمان يا أصحابي كلمة بابكن. يقطين. بابكن. يقطين. بابكن.
يقطين. ومعانا كلمة كابج يعني كروم. كابج كروم. ومعانا كمان يا أصحابي كلمة كاو بقرة. كاو بقرة. برافو عليك يا صنفور، احنا فعلا لسه واخدينها. ودلوقتي يا أصحابي معانا جزء جديد في اليونت بتاعتنا النهاردة بعنوان What is that؟ يعني ما تلك؟ تعالوا معايا يا أصحابي نشوف عندنا ايه فيه. ودلوقتي يا أصحابي معانا صورة أرنب، هسأل عليها What is that؟ وذات يا أصحابي بنسأل عنها عن الحاجة البعيدة عننا مش القريبة، والإجابة هتكون It is a rabbit. وطبعا يا أصحابي إحنا جاوبنا بإيد عشان الأرنب غير عاقل. ومعانا كمان يا أصحابي صورة تفاحة يعني أبل. لما أحب أسأل عنها هقول What is that؟ والإجابة هتكون It is an apple. وعطيني كمان يا أصحابي صورة برتقالة يعني orange. لما أسأل عنها هقول What is that؟ والإجابة هتكون It is an orange. بص كده يا صنفور معايا صورة ايه كمان؟ معايا صورة معزة يعني got. لما هسأل عنها هقول What is that؟ والإجابة هتكون It is a got. ومعانا آخر صورة في الجزء ده صورة كروم يعني كابج. هسأل عنها هقول What is that؟ والإجابة هتكون It is a cabbage. ودلوقتي يا أصحابي وصلنا لآخر جزء معانا النهاردة بعنوان Animals eat plants يعني الحيوانات التي تأكل النباتات. تعالوا معايا يا أصحابي نشوف معانا ايه في الجزء ده. يلا بينا يا صنفور. معانا أول حاجة يا أصحابي صورة زرافة. والزرافة دي بتعمل ايه يا أصحابي؟ برافو عليكم، بتاكل ورق شجر. يعني a giraffe eats leaves. الزرافة تأكل ورق الشجر. ودلوقتي يا أصحابي معانا صورة أرنب بياكل جزر. هقول a rabbit eats carrots. الأرنب يأكل الجزر. ومعانا آخر صورة النهاردة صورة قرد بيأكل موز يعني a monkey eats bananas. القرد يأكل الموز. وبكده يا أصحابي نبقى خلصنا أول جزء معانا في يونت 7. باي باي يا أصحابي. Thank you.